إنها وهران في زمن الشوق، وفي فصل الخريف الذي يفاجئ شوارعها وأحياءها بحزن شديد في شهر سبتمبر من كل سنة، حزن عنوانه قصة بلبل كان هنا قبل أن يتوقف عن التغريد منذ 20 سنة. خريف حزين كالعادة لا يتوقف عن مساءلة وهران عن ابن حي قنبيطة الشاب حسني. أين رحل؟ أين اختفى صوته؟ لماذا توقف هذا البلبل عن التغريد؟ ومن كان السبب في ذلك؟ ولأي حساب ومصلحة وقع ما وقع منتصف الخميس 29 من سبتمبر عام 94، يوم أزهقت روح الشاب حسني أمام مسمع وأنظار حي قنبيطة على بعد أمتار قليلة فقط من مسكنه؟ أسئلة مثيرة في فصل حزين لا تجد سوى أنين هذا البلبل الذي فهم القصة قبل الجميع ربما، فراح يسترسل في البكاء دون أن يفصح عن السر ولا أن يشرح باقي تفاصيل قصة الغدر التي كانت تنتظره. أنا نبكي أنايق أنسي عشرون سنة تكون قد مضت اليوم على اغتيال حسني شقرون، الفنان الذي ألهب عقول الآلاف من الشباب فتحول إلى شبه أسطورة لم تتحطم رغم كل هذه السنين، فهو يبقى لحد الساعة يتربع على عرش الأغنية العاطفية التي لقب بملكها دون أي منازع، بمبيعات تصل إلى 1,000,000 ألبوم كل سنة، كما يبقى أيضاً يأسر قلوب كل الذين أحبوه إعجابا بمسيرته الفنية وأيضا تضامنا غير مشروط معه بعدما قضى مقتولا وهو في ربيع عمره. الشاب حسني احنا يتمشنا في العرو خويا، احنا كي راح حسني راح الغنو براس ما خويا، اقسم بالله مشي زعماني نهضر هكا ولا راني قدام كاميرا ولا يعني انا ولد حمته نسمو حسني نوضو بيه مشي راه فرا في 20 عام الله يرحمه ويستر عليه، غنى مازال اكزيست مازال اكزيست منا على صوت وهذوك راه كان وقت لي كاسيت وغنى تاع دروكا في السيديا تيغرافا ويدور ويتسمع ونور في كل شيء حسني نسمعو كاع، انا سامع كاع الغنى تاعو برشا، ما ما نسمع غير لي زونسيال تاع الوقت ما نسمعهمش. تقول لك 70% من الشباب تاع الجزائر كانوا متعلقين به، كانوا يحبوه، كانوا يسمعوا غناه، كانوا معظم جزائريين. واش نقول، نطلبوا له الرحمه ان شاء الله ربي يرحمه وان شاء الله ربي يغفر له. شاب الوسيم الشونتور حسني رحمه الله عليه خسرناه في من الغرب الجزائري ولا من الجزائر بصفه عامه، ذلك الغناء الشونتور سونتيمونتال العاطفي اللي ذكرنا بايام شبابنا. على كل حال انا دوكا تليفون تاعي راه معمر بحسني، تحبي نوريوك نوريوك وقع زمان بلي حسني على بالك بلي الغنى تاعو جامي يموت، ما قريتهم مات حسني بصح حسني الغنى تاعو ما يموتش. ها الاغنيه اللي عجبتني بزاف بزاف نقدوش عليك، اقدر خايف نموت وما نشوفش الميمه. الفنان المرحوم الشاب حسني صراحة افتقدت الساحة الفنية الشبابية هذا الصوت العاطفي الذي كان يطرب جميع الشباب، الشباب كله كان وراء الشاب حسني، فقط هو ذهب غدرا في فترة المشاكل التي كانت تعيشها البلاد فترة سنوات الجمر. حكاية الفنان شقرون حسني تبدأ من هنا، من حي قنبيطة بوهران الذي ولد فيه بتاريخ الفاتح من فيفري عام 68 لأسرة متواضعة ومحافظة تمتد أصولها إلى ولاية معسكر. لم تكن تشأ ربما أن يلتحق ابنها بعالم الفن ولا بأي عالم آخر
غير متابعة دراسته، لكن القدر كان يخبئ شيئاً آخر لابنها الذي لم يكن هو الآخر يحلم بأن يتحول إلى أحد أكبر نجوم أغنية الراي، حيث لم يفلح في مشواره الدراسي الذي توقف في الصف المتوسط بمؤسسة قباط بشير بحي قنبيطة. وككثير من الأحياء الشعبية حيث تكون كرة القدم مركز اهتمام أغلب أبنائها، فإن حسني شقرون لم يشذ عن هاته القاعدة، وكانت الكرة لعبته المفضلة، بل كان يعشقها أكثر من أي شيء آخر. فالتحق منذ نعومة أظافره بفريق جمعية وهران الذي لعب لأصنافه الصغرى تواقا لرؤية نفسه لاعبا كبيرا، أو على الأقل الاقتراب من مستوى نجمه المفضل الأخضر بلومي، وهو ما أكده للبلاد مدربه هواري كسايري اللاعب السابق في صفوف فريق جمعية وهران، والذي وافق على الإدلاء بشهادته لأول مرة، إضافة إلى لاعبين دوليين سابقين لا زالوا يتذكرون شقرون حسني وماذا كان يفعله في الملاعب وخلال التدريبات. حسني كان لاعب كان ممتاز، كان لاعب لاباس بيه، كان لاعب كما قال لك كان جاي لهذيك الجوهره، كانت جاي المستقبل تاع كره القدم. والله غالب حسني المرحوم كان ديال الغناخ من كرة القدم، يعني كان يفضل على كرة القدم، يفضل. وكنت تحسب بلي ان حسني راه يفضل الغناء على كرة القدم؟ كنت نقولوا كما كنا ندربوا دي فوا يجي روطار، دي فوا في لي ديبلاسمون يجي شويه نحسان، ويجي يبقى يلا المرحوم الله يرحمه يبقى يغني مره ولي طبل له كل شيء. يعني في السفاريت نتاعكم، في السفاريت تاع مين كنا رايحين نلعبوا ايا، ودي فوا ندور هكا نقول لهم الاولاد اللي تسكتوا باش تحضروا الماتش تاعكم غادي تلعبوا، هذه التركيز تاع المقابله، وهو جور تقه من تحت تحت يغني كل شيء. كان انجيني، كان يبغي الفوتبول، كان باغي يدير اون كارير في الفوتبول، كان في المدرسه تاع الجمعيه كان طالع مع اون ايكيب. بون على بالكم في الفوتبول كاين زهر، دونك كان يبراتيكي الفوتبول ومام طو عند الهويه تاعو هو الغناء. دونك وين كانت عندها تاني بليسور، كان في كولو في الكادي ولا في جونيور في جنو، دونك بالك شويه هذيك لا بليسور شويه اثرت عليه باش يعاود يولي في المنافسه. على ليبوك جو كولو ستاف تكنيك جو بونس كو ما سهلش ماموريه، وين كان قادر يروح بعيد في الفوتبول تاعه، وكان قادر يدير خاصه كان عنده مستوى هكا ان جون فوتبولور في صغره يبان. نظن باللي حسني شقرون كان عنده امكانيات كبيره ثاني كلاعب. حنا تفاجئنا نهار اللي شفناه يغني، باسكو كان يلعب في لازمو ويدوفي فينير لامسيو ويليني اون 68، وكان كبير عليا بعام انا ودابين رجوان في المولودية حتى ديكوفرينا باللي حشني ستار شونتور. نظن باللي كان عنده موهب تكنيسيان، كان عنده لقطات هو يبغي يمثل روحه على الخضر بلومي، كان يقول لنا يقلد الخضر بلومي. ونظن باللي كما يقول لك كان رياضي وكان يحب الرياضه، وخاصه هو محب تاع جمعيه وهران، بس الاصدقاء زعما الاغلبيه هما تاع مولوديه وهران. شاب حسني كان عنده اون ايكيب تاعو اللي كانوا يعيطوها الاله تاع فريق تاع قنبيطه، وكان عنده لاعبين ممتازين، وكنا نلعبوا المقابلات في الصاف في لي صال لي سيكس تقريبا في السيمانه، كنا نلعبوا برسك 3 ماتش بار سيمان. حقيقه شاب حسني راه كان لاعب في جمعيه وهران، وكان في لي كاتيجوري وصل حتى الجينيور عند المدرب الشيخ كسايري، ودار معاه عده مقابلات، وكان يجي يحضر التدريبات وكل شيء. وانا كنت مي كان هو كادي، انا كنت جينيور، كانوا الزملاء تاعه يقولوا لي حسني مسكين كي كمل لونترينمون ولا كمل الماتش يقولوا ما خوفوا نطلعوا نتفرجوا لي جينيور شوفوا مكندي غادي يلعب. حسني لاعب كرة القدم يبدو أنه كان يخفي شيئا آخر رفض البوح به، لأسباب ربما تجد تفسيراتها في محيطه العائلي المحافظ، فهو كان يزاول نشاطا آخر غير الرياضة، كان يهوى الغناء منذ صغره، فلم يكن يترك أي مناسبة أو احتفال إلا وتقدم نحو المنصة، بل حتى أثناء الحصص التدريبية. كنت في عمره 8 سنين أو 9 سنين حسني، وكان ذلك في مدينة الغزوات، ديك المخيمات الصيفية
وكان له احد الاقرباء حتى ما عرفتش اللي قريب ليه كان يخدم في سوناكوم، لان كنا حنايا دينا الاطفال تاع سوناكوم. وكان في نهايه المخيم الصيفي سنه 1977 بالضبط، اتذكر ذلك. ودرت انا كنت معفى من زعما من التلاميذ بحكم الجانب الفني والموسيقي، درت واحد المجموعه صوتيه فيها يا شهيد الوطن ولا نشوف الحسني ما بين 8 سنين 9 سنوات يجيد الاداء، مش شي حاجه طربيه خارقه للعاده، وانما مسالك الصوت ديالو صحيحه، انتماء صوتي نوعا ما من عمق الاحساس. حتى ارتأيت انه يا شهيد الوطن وديك الاناشيد على انه يكون المنفرد والمجموعه ترد عليه. ولكن كيفاش انا غادي نعرف بلي هذا يكون الحسني؟ حتى مرت سنين ونلقى الشاب مترعرع وكان دار اسم السوق انا ما نعرفوش، وعنده لقطات يحوس يدير كي باللومي وكل شيء، مي كان مشهور، ولا سيما كانت عنده سهرات دائما يكون يسهر روكوش، والمدرب كيجي للتدريب توجور حسني يجي روطار. هي الشيخ قصيري واحد النهار قال له بلي اسمع انت يا خير يا تقابل لي الغناء ولا تقابل الفوتبول. توجور يدرب، توجور يلعب، توجور يغني، توجور يلاقي من الجروب ويغني لهم، توجور حسني توجور داير لومبيونس. توجور داير لومبيونس، تشوف حسني غير يضحك، الحسني غير يلعب ويضحك، الحسني من حبس وكان نعطيهم ريكيبيراسيون ولا صوالح، الحسني يغني لهم غنية هذيك يبقاو يضحكوا ونقول اش حسني لا يقول لا شيخ والو يبقاو يضحكوا جواره فاهم. يكونوا نقولوا زعما في لاطونت نقارعوا ولا هذيك دير لهم جمعهم حسني يغني لهم في خطاب يغني في لوحه يغني. يا خطره درت له قلت له يا ولدي قلت له دي شوف لك باغي فيها الغنى اللي عندك الله يبارك والجزيرة عندك، انا ماذا بيا كنتبع الغنى خيمة كرة القدم. وذلك هو الذي حصل فعلا. الفتى حسني شقرون اخذ بنصيحة مدربه وقرر ولوج العالم الذي كان يهابه وكان يخشى ان يؤدي الى إثارة غضب افراد اسرته. ومع ذلك فان حسني يبدو انه كان مصرا على تحدي هذه العقبة، وساعده في ذلك ربما بعض الجيران الذين كانت تربطهم علاقة ببعض الفنانين الكبار والمعروفين على الساحة المحلية والوطنية. حسني الله يرحمه أنا كنت عرفته قبل أن ما يغني، عرفته في 83-84 كان جابه لي واحد المخرج كان معنا يدير واحد الحصة تاع بلا حدود يسموه الأبيض الناصر، قال لي كاين واحد الشاب هنا لازم تسمعاه وكان قادر تعاونه وهذه. وفعلا يعني كنت تعرفت به 83-84 وهذاك الوقت يعني انا كنت طلبت منه انه يحاول يدير البوم على مستوى السوق، ومن بعد نشوفوا احنا صدى السوق هذاك وان شاء الله يكون خير يعني فيما بعد. ويعني فعلا هو حاول باش يدير شريط لكن فلربما لقى صعوبات اخرى مع المنتجين الاغاني وكذا، وكان يغني برامج غنائيه تاع الاخرين، كان يغني شاب خالد ويغني للصحراوي ويغني للهندي ويغني. باسكو جيتي اون فرنسا عرفته لي زاني 89-90 مي جيت لفرنسا هو كان يعرفه فوالا على السنه تاع 4 سنين ما كانش معاه بزاف الشكي الله يرحمه محمد محمد Il aimait bien les chansons déjà de 15-14 chansons, je ne sais pas. Il y a les chansons de Tawak ou Aoun. Il y a beaucoup d'affaires. كان يقول لي هندي كنت نقرف كنت ندس الكاسة تاعك في الفريجيدا خاف ما تشوفني ندسها في الفريجيدا قال لي كي نجيب القرايه نسمعها نقدر نروح نسمعها عند صحابي. كان حفل في 86 يعني حفل تاع الحفل تاع ضد السيجار ضد السجاير وانا نقول كان لاول مره حسني يطلع سورسان، يعني كان وراه ناس يعني باش ما ندخلوش في تفاصيل، ناس كانوا حابين حسني يبان في الوقت هذا، يعني كان الشاب خالد ناس حابين حسني يبان
دونك بدون ما ندخلوا في التفاصيل، في 86 كانت عنده ميزه، كان عنده حاجه يعني توحي بانه هذا في يوم ما يكون فنان، ويكون فنان عنده مستقبل. يعني كان هو اختار على كل حال. هو حسني كان يسمع الشيوخ ويسمع بزاف الناس اللي يقول لك حسني ما كان يخدم غير الراي، هو كان يسمع كل انواع وكان يحترم كل الناس. يعني لما يتكلم معك يتكلم معك بادب باخلاق. في مره كان اغنيه مشهوره تاعي تاع الصيف حلاوه، يعني في دشه بدات اللي دارها الاستاذ بلاوي، كان مره بالهاشمي الله يرحمه بار الرحمه اليوم، كان مدير انتاج في وهران، وكان يعني برمج حسني في واحد الحفل تاع قوس قزح. انا ذاك هو كان قوس قزح، ومن بعد ولا ربيع الشاطئ، كنا نمشوا للمغرب. هو حسني مبرمج، وتلاقينا انا وياه في الاذاعه، وطلب مني قال لي يا ودي الشيخ اذا كان ممكن بغيت نعاود الموسيقى تاع الصيف حلاوه. سالته انا قلت له تعاود الاغنيه ولا؟ قال لي لا نعاود الموسيقى. قلت له اذا كان تعاود الموسيقى لازم تشوف بلاوي الهواري، لان الموسيقى تاع بلاوي ماهيش تاعي. باسكو كاع الشونتور بكري كان اللي يبدا يغني، كاع اللي يبدا يغني الشونتور كي يبدا يغني بكري يسيو بغنيه تاع كاينه في السوق. يعني يعاود يلغيها. واه كاينه ويسيوها له، شوفوا يغني فيها. حنا نقولوا في العلاس يسوى في العلاس، ولا يسوى لازمك في الملاهي يسوى لك باش يغنيها. كي يشوفوا باللي دار بها درجه والبيبليك راه يطلب عليها، كانوا يبدوا لها بها هي الاولى. كانوا يبدوا لها بها هي الاولى باش يعطوا لا شونس دو ديبار. خاش يقول لك باللي حنا نقولوا كيما الخميره. بكري كيدير الحريره تربي الخميره، وكل يوم باش تربي باش دير الحريره لازم تروح للخميره. هذه اللي يسيو بحاجه كاينه. كي يشوفوا ديك الحاجه لصقت، هو كانت الحد كان الحد في ديك الاغنيه اللي دارها الاولى تاع مع الزهواني، هذيك الاوديو اللي دارها كان له صدى كبير، باسكو هذيك كان يغني فيها خالد قبلها هو. هنا في قصر الرياضات حمو بوتليليس، نحن في سنه 88، والموعد مهرجان لأغنية الراي يشارك فيه جمع من الفنانين المعروفين. لا أحد كان يخطر بباله أن شابا نحيفا سيصعد على المنصة وسيخطف الأضواء من الجميع. حسني لم يكن معروفا، قيل فقط إنه من حي قنبيطة ويبلغ 20، وأنه لاعب كرة قدم سابق. ما عدا ذلك فإن أغلب الجزائريين لم يكونوا يعرفون هذا الفنان الصاعد، فهم يرونه لأول مرة. حسنو عوني واللي جاني نخلي الصهية، لما القريب بالتلم نجيها ما عندي صهر ماما. نوكل ربي يدير بيني وبينها هادبلت قلبي. درنا ميني فيستيفال في بالي دي سبور، وكنت تما انا درته في المجموعه اللي كانت مقرره باش تفوت، كان شاب عبد الحق ومامي وخالد وصحراوي، ودرت معاهم حسني. يعني هذه بداياتي مع حسني الله يرحمه، وهكذا كانت الانطلاق. هو من حيث الصوت يعني انا ما كنتش متوقع باللي الصوت هذا راح يوصل لبعيد، لكن من حيث كيفاش يخمم حسني وطريقته مع الاغنيه، كان عندي واحد البريسونتيمون باللي الطفل هذا عنده شحنه يعني، وكان موتيفي وكان ذكي. الدليل على هذا كان يحب ينتج يوميا، يعني ما كانش هرس التايمينغ، يعني المنطق اللي كنا نتعاملوا به مع الاغنيه. قال لي انا كي جيت معيت نغني والو، انا غنيت الغنى اللي غنيته سا ماش با، وما خرج يفايق من الغنى تاعي ويعاودها لي ديالي يرقدني. يفالي حتى كي مات مسكين، حتى كي مات باش عاد كيلبس. كان ليديتور اللي عيط له يسجله، يعني كان تقريبا مانيش عارف انا. الجمهورية كانت ظاهرة، كان ظاهرة وهي جاية هكا، يعني الوقت بغى انه يدير رصيد كبير. كاين بعض لي زيديتور مازال
يسجلوا حسني، يديروا اغنيه جديده، كاين لي زيتوت اللي سجلوا لها بزاف وما خرجوا، كاين اللي حد الان اشياء تاع حسني ما خرجتش. في هذا الاستوديو بالذات، استوديو سان كريبا بوسط مدينه وهران، ومن هذه القاعه تحديدا انطلق صوت حسني لاول مره. يقال انه تردد كثيرا ولم يقبل بسهوله ان يتحول الى هذه الاماكن، ربما بسبب طبعه الخجول، وربما ايضا بسبب موانع عائليه. في هذا المكان بالذات كان يجلس الشاب حسني، يركز، يردد، ثم يضبط اخر الرتوشات مع مقربيه من امثال الموزع الموسيقي حسين شريط الذي عمل معه في أكثر من 50 ألبوم، ويبقى هو الآخر يتذكر اللقاءات الأولى التي جمعتهما رفقة كتاب كلمات شاركوا جميعا في بزوغ ظاهرة الشاب حسني. دخل كان جون دابا ولا كاين جون ديالو لحال نسيم منا 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 بون. داك النهار كان تما الشاب خالد، كان مامي، كان صحراوي، كان بشنات، باسكو حنا كنا افون كنا اون فامي، كان شونتور تخدم ولا كي نخدمو كاع نتلاقو كلش. دخل حسني الله يرحمه لي تي جون، درنا لها نيسي، نقل الغنية الأولى دير لها نيسي تاع صحاب البارود، نشوف في مالك، نشوف في بوزيف، أما لا فوا لا بريفيرو سمعته تبرونشيت معاه ديريكت. C'est-à-dire, بعدت لها نوتر سي عليها قال انا لا بروميير بوند اديسون ساكري با محمد الا باس الا باس بلا فلا شونسون يقول لك حسين مقرقسين استعدير مع زي فلا شونسون. الله يرحمه ويسع عليك الله يرحمه ويسع عليه. درنا لا رونديفو اون سيمان لا سيمان كيما نقولوا، دخلنا ثاني درنا سي خدمنا الالبوم. سيدي غني قعدت نشوف انا يا le style تاعه بون اوكي كومونس راي مي انا دابري كي قاسمع لا فوا تاعه قلت سي با سي با البونوم اللي غادي يغني راي بون هو اللي خدم راي مي قاعد نشوف فيه كوتي سونتيمونتال تما سا كومونسي جي عندي الدار بون كي سو بياني جي عندي بيانو من نعمل حسني غادي نسي اون فاي سي دو شونجي كاع لو كاب ندخلك ستوديو مي غادي ندخلك ستيل خوليو ستيل كلود بيرزوتي ainsi de suite, c'est-à-dire full classique, mais musique classique, mais les paroles, c'est normal. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire ? J'étais sur place, parce que je suis allé sur place. J'étais sur place à travers les témoins. Il y a été là, moi, je me prends sur le studio, par téléphone, par le boussif, par le téléphone boussif, et là, je me disais, par les gestes, par les gestes, et là, je me disais, تما كنفوت هذاك ولا لا، حسني سكت، من بعد قال لها راه لاباري، دا لاباري، بعد علينا وقعد يهضر، حنا قعدت نشوف فيه من بعيد، ما نسمع فيش رايح كيف، نشوف فيه من بعيد بلي رايح كيف، الحكاية تاع اللي كي شغل إلا بتي بروبلام وكيستيون كدا، من بعد جا كمل حط التليفون، كنا نضحكوا ديجا، كنا نديروا دي بلاك ونضحكوا، من بعد سكت. هذه الأغنية تسجلت في سان كريبا، من بعد كنا نضحكوا كل شيء، كان حسين تاعنا نحال كان عالي هو اللي يلعبها هذا تسموه كان تاعنا بوسيف كان سان كريبا وانا كنا رحنا وحدنا ما كانش غاشي يدخلوا سيديو بزاف بالشونتور. من بعد قال لي الشيخ يعطيني قال لي غنيه خلينا نروحوا خاصه غنيه في الالبوم تاني غنيه الالبوم كان واجد كان خاص غنيه برك. قلت لها البوسيف قلت عطيني ورقه وستيلو بوسيف ناقل ملكس فوق البيرو تاعي ديال الكرسي قعدت نكتب ماكش قاعد بك الخبر تقول لي بالتليفون راك انا شاشه كتبت راك شحال بكيت شفت حسني راه حضر في التليفون ولا عنده مشكله يعني ما حاولش نفهم انا ايه. انا مشينا هذا السيد انا اوتونك اكريبا اوتونك شعبي نسمع كي الناس برا الناس يحكوا لي حنا نقول لك انت مشاك بزاف معايا نقول له حسني واحد الغنيه غنيها تحسب عليا كل واحد واش يهضر درو كان اي مي جاتني حاجه سي يفو بونسي على سا باش تكمل المشوار تاعك شتا واش دار قلت انا نعطي حاجه باش تكتب له اغنيه حسني ديجا باش تكتب له لازم كنت عارفه انا حسني كنت نعرفه راه فيها عجباته قال لها هذا السكسي تاعك رحنا عند سنتي قاعد يلي بيتي فيها
هو يعزف هو يلعب يلعبوا قاعد يدير بيتي بسنتي قبل ما يخلي بلوبي قاعد يدير بيتي فيها يدير بيتي تقري شي خروه ما كنتش قاعد بك الخبر تقول لي بالتليفون راك شحال بكيت كمل على خاصك اين ميزير قال لك نورمال منا نهضروا قاعد عاود تبعني قاعد يغنيها معاه قاعد نغنيها معاه ما كنتش قاعد بك الخبر تقول لي بالتليفون ما كنتش قاعد بك الخبر تقول لي بالتليفون راك شحال بكيت قال لي خاص اين فراس قال لك نورمال بحبس حبس كان قاعد يشوف بيا قال لي مالك شيخ راك مدر قال لي مالك قال لي عاود تبعني قاعد تبع فيه من بعد قال لي شيخ خوصيصاكم وخلاص وخلاص قلت له هذه هي النتيجه هذا الرجل ايضا يعرف الشيء الكثير عن الشاب حسني هو محمد سانكريبا أول من اكتشفه وأول من دفع به إلى ولوج عالم التسجيل باستوديوهات وهران هو مطلع على تفاصيل عديدة من البدايات الأولى للشاب حسني وكيف صنع أيضا نجوميته دي زيدو تركبار كان يجو عندي كان يقول لي ودي كان واحد الشاب عظيم يغني مليح و... قلت له ودي صحة نشوفه ما كاش مشكلة باطولا شتو انا في ديك كي روحت ديك البلاصه فريمون تيريب ما خلات انا برا ما كنتش نطلع داك السمو حنا بروحنا كنا نحوسوا على اللي عندهم لي فوا ولي شونتور هادو مي هو فريمون خلعني هضرت معاه كي كمل ما فاش انا سي محمد علي والله في 86 واه في 86 كنت صغير كي كنطلع سيرسان قلت لك ما كانش يخلي واحد مجمع كاع سيرسان كنت سيمي واحد مجمع يكمل على التوب كلو دي درك انت عندك تربا فواو ما ديش دي كاسات وما ديش قسم دي في طار دي سي دي دي فين دي قال لي ماذا بيا محمد خويا قلت له ما كاش مشكل قلت له دوك رانا في بلاصه تاع خدمتك غدوه ان شاء الله كي تكون قاعد روح عندي البيرو ولا روح عندي المحل ولا ونهضر قال لي صح ما كاش مشكل قرعته الغدوه ليه ما جاش عاود هوت له الغدوه ليه هوت له لقيتو قلت له حسني قال لي ودي ما فطنتش ما كاش عندي الوقت وما فطنتش بكري وما نوضونيش قلت له صح ما كاش مشكل لا تشال ديرو غدوه قال لي صح غدوه نجيك سير قرعتو الغدوه ليه كيف كيف ما جاش بنفس الشيء ربع خطرات ولا خمس خطرات هوت عنده تايلا قلت له شوف حسني تجي ولا ما تجيش كان شاف دو جروب يسمح فينا مروا اسمهم مصطفى شرر صاحبي شاب دو جروب تاعهم قال لي محمد انا نشوف فيك راك كل يوم انا ما شلا عندك كاودي هاد الشاب هذا راكم مبلعين عليه هنا لا ما تطلبوش هذا يروح بعيد هذا عندهم طريب الفوا انتقل لي مسكين مصطفى شرشار مات الله يرحمه قال لي محمد شرشار نقول قال لي هذا ناكلو به الخبز قال لي هذا لو كان يدير كاسات راح قلت له ودي معليش هذه في 86 86 قال لي ما يزيدش يخدم مع محمد ودي معليش كاين شبان ها كاين المغنيين بزاف نجيبهم لكم ما كاش مشكل حنا بدا بينا باش الفن هذا يبقى يتوجو في وهران وهذا الراي نطلب نستشروا به في العالم كان يشوف مصطفى شرشار قال لي محمد راه ريزيرفي ستوديو غدوه كاودي مصطفى قال لي نقول لك روح محمد ساعدني روحت درنا رونديفو على الوحده في ستوديو كيما كان الحال غدوه اللي على الوحده جا وجاب الماتريال بعد مصطفى قاودي قال لي محمد احنا كنا مزايرين ما يمشيش هاكولا بصح قال لي دوك مين جيت انت وقلت لنا كيما هكا ما عرفتش قال لي واقل ما غاديش يولي يجي يخدم كيما كان الحال سجلنا ديك البوندا كملناها عقل عيطنا لحليمه قلنا لها ودي حن بكره روح ادي ودي معاه ولا زوج وجيب لنا غنيه ولا زوج جابت لنا زوج غنيات دارت معاه الديو في ذاك الاستديو غنية تاع البراكة وغنية واحدة أخرى جبتها حليمة جوج غنية جبتهم حليمة يعني حليمة تقصد الشابة الزهوانية معك الله فيك الشابة الزهوانية سجلنا حالك فريمون تيريب فريمون لا إله إلا محمد رسول الله طاحوا دي سوكسي ماشي ما طاحوش دي سوكسي بصح كيما دي سوكسي هذا سي فات النوم سجلنا الخالد سجلنا كل شيء مي هاد النيميرو فات كان كي يدخل للاستديو يقول لك ما يقولكش استديو بيناتنا كاين ترندو ديسكيتي بيناتنا يقول لك يا ساي باقي لي 2 مينوت ندخل يقول ندخل للرينغ
سادي ندخل للرينج الاستوديو حسني غير لورينج لورينج وكان دخل للرينج باسكو راه عندي كومبا يتقرا فيها ما لقيتش نقيس السيرفيس اللي قلي نخرج بالكومبا تاعي وهذا لو بي تاع لو بي تاع سيدي يكون برينج غانيون يكون باردون. حسني كان انسان متواضع كان انسان عنده اخلاق كان انسان يتعامل مع الناس عنده كاع الناس كيف كيف كان انسان ضايع والديه ضايع امه كان يعني امه كانت هي عينيه هي كل شيء حسني كان انسان عنده وحسني خلق نوع جديد ظروف تاع ظهور الشاب الحسني والالكترونيك جاء في ان واحد هذا ربما حظ ربما قدر تخيل بكري الفنان امثال الاستاذ بارودي من خده او الاخرون باش يجي للدور ديالو في الاذاعه وباش يدرب الفرقه الموسيقيه تدرب مده 4 ايام ولا 5 ايام في ديك الاغنيه وانت يجي الدور ديالك الا سجلت اغنيه في 4 شهور ولا 5 شهور راك محظوظ كي نقول له ودي حسني كش مرك حافظ كش ما يقول لي ما كاش كاع مشكل نقول له ودي نجيب لك لي بارولي ولا يقول لي لا عندي خويا العرش خو الله يرحمه ثاني كان بارولي كما وصلنا باسكو نخدمو نخدمو لي سيريو في خدمتو تري سيريو سان سبورتيف رافيتي كتعطي كلمة تقولو على 12 تاع الليل يجيك على 12 تاع الليل كي تجيب لها مثل يجي ان بارولي يجيب لها مثل 10 تاع الاغاني فيك سموه يكون ماشي يختار 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 لي ريزوج نروح نختار في 10 عيب يقول لي محمد ودي واش تحس بالبي فهل كان حسني ظاهرة فعلا أم أن عوامل أخرى هي التي لعبت لعبتها وساعدته أكثر على الظهور من غيره ورفعت أسهمه في سوق أغنية الراي؟ ظاهرة شاب حسني ظاهرة مهمة من طبعا من ناحية الغنائية ولكن من ناحية الثقافية كذلك فهو تعبير في نهاية المطاف عن هاجس السبان في ذلك الوقت ولهذا لا يمكن فهم هذا الكم من الشباب الذين ذهبوا وراء الشاب حسني إلا بفهمه على هذا الأساس لأنه لو طبقنا عليه المقاييس الفنية التي نملكها نحن راح يصير مشكل ولكن في الوقت نفسه ليس هذا ما يريده الشباب ما يريده الشباب هو ما كان يقوله الشاب حسني لأنه أولا في العلاقة مع الجانب العاطفي في, 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 في غنائه لأنه في فراغ عاطفي عند الناس وحتى في يوميات البشر يعني التي كان يحكيها في, في, في غنائه وفي أغانيه ولهذا فهو محبوب أنا عرفته في وهران معرفة على كل عابرة على مستوى العلاقات الشخصية ولكن عرفته كوجه فني في المدينة وخاصة لما كنت مسؤول على الثقافة على مستوى مدينة وهران بقصر الثقافة والفنون اللي كان ذاك الوقت مركز إشعاع مهم جدا وكان هو واحد من الرواد الأساسيين لقصر الثقافة والفنون مع مجموعة من الأصدقاء الفنانين بارودي بن خدة صباح الصغيرة وإلى غير ذلك ففي هذه الفترة بدأت الاهتمام بشكل مباشر بالشاب حسني واكتشفت ما يلي في مسار هذا الفنان الله يرحمه هو أولا وصلت النتيجة هو أن الشاب حسني استطاع أن يؤنسن الأغنية بمعنى أن يخرجها من الغضب اللي كان موجود قبله الغضب الاجتماعي الغضب الطبقي الشعبي السياسي إلى غير ذلك إلى أنسنة هادئة ذاتية رومانسية في الأغنية وأعتقد أن الشاب حسني استطاع أن يخلق الصوت الداخلي لأغنية الراي أغنية الراي لم يكن لها صوت داخلي كان لها دائما صوت خارجي صوت الشارع صوت الجماعة ولكن حسني جاء ليقدم صوت الفرد صوت الإنسان صوت الأنا صوت الذات المجروحة وأعتقد أنه وصل بهذا الطريق إلى أن يخلق لنفسه مسار وشخصية وطابع خاص به اللي هو الطابع الرومانسي وأعتقد أنه هو الوحيد اللي مارس أغنية المرأة مارس أغنية العلاقات الإنسانية مع المرأة لأنني أعتقد بأن الحرية تاع
تكمن في طبيعة تحديد العلاقة مع المرأة. أنا نلخص لك يعني بجملة بسيطة، ولادي في موت والله يرحمه تنقلوا من الجزائر لوهران حضروا الجنازة نتاعو، فنظن الجواب كافي يعني. من هذا خاص مطرب خاص بالشباب، وكانت له شعبية يعني غريبة. كاين فنانين كبار، فنانين بفنهم وكل شيء، لكن ما وصلوش المصف نتاع ليجوند حسني. هو أسطورة. كان عنده تاني لاشونس، كان عنده ميزيسيان صادر نقولوا ما قراش موسيقى بصح قوي، هذاك عالي قوي، دونك كان يسمع لي شونسون اوريونتال، يسمع وي ادابتيهم، صادر يخدمهم له عبالك الناس، صادر نورمالمون صادر تجيب كلمات بعد تدير موسيقى على حساب الكلمات، هو كان داير لافيرس، هو كان يقبض الريتم ويحوس الكلمات اللي يمشوا مع الريتم وصا مارشي. دونك انت كنت تتكلم كاكاديمي، قال السيد راه غلط ومنه ماشي كمل هاك، بصح الواقع هو صادر في الاغنيه هذه، بالك ربما اغاني الاخرى ما اغاني الاخرى ما تمشيش هكا الامور، بصح في الاغنيه تاع الراي صا مارشي. انا تقنت حتى نسمع لي جون، هادو لي جون يقول لي اعطيني حبه اسبرين، اعطيني حسني نسمينا اسبرين باش يجي عمري صالون، حتى كي يدي كاسيت هادي حتى هو يغني سونتيمونتال وكاع الناس يسمعوا له وكلامه يفرزوه، عاون اطرع لي شونتور واطرع الشعب. كان عندها اللوك تاعه لو بيزاج تاعه، شراه المكسره يقول سيبري بريء يعني البراء بريء، شراه يقول سيبري، دونك تما اللي كولي مع لو كرونو اللي دا سلو سونتيمونتال اللي دا خرج عليه، توني لبسها خرجت عليه، خاص كاين حنا نقولوا شونتور تخلي يغني لبس توني مشي تاعه قاعد يغني، عنده يطرب البو يبغي الشعب، بصح ما عندهاش ان كرون بيبليك فهمني. وكاين شونتور اللي غنى لبس داك اللباس خرج عليه، وحسني واحد من هؤلاء، واحد من هاد الناس خرج عليه داك اللباس، كي خرج عليه ولا 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 تما كاع لي شونسون تاعه مقبولين. مي كنا نسجلوا في واحد الاغاني تما حسيت به بلي فريمون مقبول تاع صح، جبت له واحد الكاسيت كان مغنيها لي شاب ياسين تاع بالعباس، واحد الغنية كان مغنيها لي وقليتها، قلت انا هادي نعاودها لحسني. كي جا عندي حسني البيرو قلت له شوف حسني عندي واحد الغنية هادي نعاودوها نعرف بلي هادي تليق بيك، قال لي وانا سمعها عندي في البيرو في بوست كاسيت كوما سايكي حسني تاع البيرو عندي صراحة راحة، وعندنا واحد الطراجو ولا كاجو هو يحفظ فيها مين هودنا للستيديو نسجلوها ثلث سوايع باش كملها، ثلث سوايع باش كملها تاع سي مينوت، ما قدش مين قرب باش يكملها سي مينوت كما سي يبكي وتحت غشا تبكى دي حسني بزاف، رانا في ثلث سوايع سي يبكي غير خطره غير خزوجي معليش، قال لي ما قديتش ما قديتش باين لك ما قديتش. كان يقول لكم علاش كان يبكي حسني داك؟ واه كان يقول لنا على خاطر الزوجه مشكله، على خاطر الزوجه وولده صراحه انا ما جيتش بروجي جيت نشوفه مع بداية التسعينات زادت شهرة الشاب حسني، ومع شهرته زاد الطلب على أغانيه، حتى تحول إلى أكبر مزعج لباقي الفنانين باعترافه هو شخصيا بالنظر إلى مضايقات تلقاها من طرفهم أو سلوكات لاحظها عليهم، خاصة عندما حطم الرقم القياسي في عدد التسجيلات وصار يطرح أكثر من ألبوم في الشهر الواحد، قبل أن تأتي حادثة إشاعة وفاته في حادث مرور، وهي الإشاعة التي نشرت على صدر صفحة إحدى اليوميات وخلفت تأثيرا واضحا على مسيرة المرحوم حسني، حتى قيل إنه عايش جنازته وهو حي يرزق بالنظر إلى التوافد الكبير لمئات من محبيه على بيته العائلي بحي قنبيطة، ما جعله ربما يقرر مراجعة إنتاجاته الفنية، وهو الموقف الذي عبر عنه من خلال تصريح صحفي شهير. البروبلام ماشي تاع الشاب حسني، هذه اللي كنفهمها البوبليك البروبلام تاع لي زيديتور بيناتهم، هما عندهم دي بروبلام دي تي بروبلام بيناتهم. الو سمع باللي قال فلان إيديسون فلانية غادي يخرج شاري تاع حسني،
الاخر يدير باري اذا كان عنده شريط واجد يدير باري مي ان شاء الله جو برومي قال بوبليك اللي بغي حسني واللي بغي الراي سافا شونجي كومبليتمون او ماكسيموم دو بون بارون ان شاء الله عليك تبارك. هو يحكي على يقول لك كاين فنانين اللي دائما يهضروا فيا ودائما جايبين ورايا لا ما بغاش يذكر هو ما بغاش يذكر اسماء وانا ما كانش يهمني يذكر الاسماء انا كان يهمني كان يخمم هو كان يقول لي ضلوا يهضروا عليا وضلوا بصح كيلقوني يعنقوني ويسلموا عليا وانا نفوت الامر هادو ميزات تاع واحد بدا ينضج خاطرش ما كانش يرد بالمثل صادير واحد ما يتصرفش معاه مليح وبعد يلقاه علاش ما بداش يرد باسكو عرف روحه باللي طلع المستوى كان خاطرش هو على بالك في فتره ما ولا شويه خاطر على خالد في فتره ما صح خاطر وحتى الدروكة كان اللي بين هذا وهذا مختارين حسني اول عرض نتاعو معايا في 1992 كان بست ملايين وخلق يعني بلبلة في وسط بعض الفنانين وقالوا في الحافلة كيف احنا ناخد زوج ملايين ومليون وثلاث ملايين وحسني دي ستة و 92 كان مبلغ يعني صدقني وصدقني انني اقترحتها له للامانه لله وكل من يشاهد يشهد ويحسب عليا يوم القيامه انا قلت 6 ملايين هو ما طلب 6 ملايين حتى يعني صدقني ان ديك 6 ملايين ما اداهاش هو مديتها لواحد اصدقائه يا درا حسني مات هذه خدمت سنة قبل ما يموت عام أفون قبل ما يموت الله يرحمه يعني 93 واه في السيدو تاع كاتب الله يرحمه في بيتي خدمت مع المؤلف محمد نونة بون كيكونوا في السيدو هكا أوني أون فامي ضحكوا ولعبوا منا نقول لحسني هضروا نقولوا خدموا الموت نهار اللي خدم الحسني مات ربي لطوف بيا نقول لحسني تغني غير على الموت يقول لي حسني مشي ديفوني راك فاهم العقلية يا هضروا منا كان منا حسني مات حسني ضربوه وصلوا له مشاكل حسني معروفة هو كي كاني نون سيلمو على الموت مي دان كوتي على الموت قالنا صراحة الموت سي نورمال مي هو كان أنا شاف فون قولي يقول لي حسين أنا عارف أن نغني هاد لي سيجي قول لك تغني كوتي سونتيمونتال راك فاهم هو كان يقول لي حسين زوج نقول لك راك فاهم هذيك لا كيسيون هذي دي فوا يبوزي لا كيسيون هكا يقول لي هادي فوالا غنيت هادي شاك فوا الموت انا دي فون نقول شغل راك حاسب سرق تغني منا حسين انا نتبع الناس اللي تهضر ما قالوش والله حسني مات ما قالوش حسين ها منا يعني كاين يرد الاشاعات الاشاعات في الاغنيه وردها عاطفيه وردها منا كان يخرج لي في قلبه يخرجها هذه هي اللي شكوى ربي يصفيا لو كان هي الموت اديني قدام عينيا ربما كانت لهاته المضايقات وأيضا الشهرة الواسعة التي شهدتها مسيرة الشاب حسني في هاته المرحلة تحديدا أثرا مباشرا على تحريك طموحاته نحو واجهة أخرى ونحو نافذة أخرى حاول عبرها أن يؤكد على جاهزيته ربما لمنافسة الشاب خالد وهذا بعدما قرر تسويق طابعه الفني العاطفي الجديد في أوروبا وأمريكا وبلدان أخرى وصل إليها لكن بواسطة شخص آخر سيدخل على الخط إنه المناجير الخاص للشاب حسني نور الدين قفايتي المقيم بفرنسا والذي كانت لقناة البلاد فرصة في العثور عليه بولاية وهران حيث يقضي عطلته وسألته عن هذه المغامرة وحكاية وصول الشاب حسني إلى الغناء في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الحلم الذي ظل يراود الأخير منذ مدة واستطاع تحقيقه أخيرا كنا في 91 درنا جولة في أمريكا مع الشاب صحراوي والشابة فضيلة كانت فيها 21 كونسير ومن ولينا كانت شهرة كبيرة في الجزائر الشاب حسني الله يرحمه ويوسع عليه قال لصحراوي ماذا بك لو كان تعرفني بمسيو قفايتي هذيك هي الصحراوي داني عند حسني في دارهم في غومبيطه
انا كنت نتصل نطلع كنت نشوفها بصح ما كانتش بيناتنا علاقه. جا هو قال لي سيغا فايتي مرفض لك انا راني باغي نخدم معاك. انت راك خدمت مع صحراوي فضيله وشفنا باللي كاين مستقبل الموسيقى موسيقى تاع الراي عالمين. قلت له الى ربي كتب سسرا افيك بليزير. هذيك هي قعدنا واحد الشهر ولا شهر ونص من بعد فهمته. قلت له يا سي حسني اذا كان باغي تخدم معنا مرحبا بك ولكن كاين عقود والعقود الى سنينهم ما تقوليش واحد النهار راسي راه يوجعني ولا عندي حفله غادي نديرها من الغالك تجي خاطر سيتي فو اتر ان فري بروفيسيونيل فو ريسبكتي سي كوم اكزاكتومون لي جوار دو فوتبول. بقات لنا واحد 15 يوم قلت لها يا حسني في دارهم. قلت لها يا حسني واش تتمنى؟ سيتي في 93 عام قدام ما يموت الله يرحمه ويوسع عليه. قال لي امريكا. قلت له لو كان نقول لك باللي لا ربي كتمنى على 15 يوم نروح لامريكا قلت عشان نديرو. قال لي سي سي سير نمشي ما تخلصنيش. في 93 حسني ولا ان فري برو ولا لو بلومي دو لا شونسون. ما بقاش يدهش بدا كيسموه يهضر مع الببليك ويقول لهم شعلوا لي بريكي تاعكم وهو اللي يدير لهم هاك باش يحيي ولا انسان. وانت راك 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 مامن يعني هذا الشيء اللي كتعيشه الان ولا ماكش مامن؟ سي كومون دي مومون جو لو في اني عايشه ونحسه ما يوقعلكش ما يوقعلكش خطراش تقول بلي بالك راني نوم ولا بالك سي كوا با ها دي زيماج نقول يا تحسب تعبوا معنا. بالموازاة مع هذه الشهرة الجارفة التي طبعت المسيرة الفنية لملك أغنية الراي كان الوضع في الجزائر يعرف تقلبات سياسية أدخلت البلاد في دوامة عنف صنعها الإرهاب الأعمى الذي انتشرت روائحه في كل زاوية من الوطن ووصل تهديده إلى أركان الدولة ومؤسساتها. في هذه الفترة تحديداً كان الشاب حسني على موعد مع حفل تاريخي نظم بملعب 5 جويليا في سنة 93 بمناسبة عيد الاستقلال والشباب. الفرصة كانت وسيلة لآلاف الشباب الذين حاولوا الترويح عن أنفسهم بعد شهور من تطبيق حظر التجول الذي خنق العاصمة. هؤلاء لم يجدوا سوى الشاب حسني ومنظمو الحفل أدركوا وقتها أن الوزن الفني للشاب حسني أصبح ثقيلا جدا فقرروا تأجيل صعوده إلى المنصة إلى غاية الساعة 6 صباحا حيث كان آخر من غنى وأول من أشعل المنصة. فكان العريس بلا منازع ليس فقط بأدائه لقطته العفوية التي لا تنسى عندما حمل الراية الوطنية من الأرض ووضعها فوق كتفه وظل يجول بها ويصول. قانونيا كان كانت السهرة نهار الأربعاء بس غنى هو نهار الخميس على 8 تاع الصباح. نهار الأربعاء خرجنا من لوطيل آليتي مشينا السفير واه مشينا الملعب 5 جويلية بس هذاك النهار كان بالك 35 او 40 ارتست. رحت عند المقدمه المراه اللي كانت هي اللي كانت تيجيري السيده ليلى الله يذكرها بخير ونسلموا عليك كذلك. قلت لها الله يخليك الصحراوي راه عندها بروبليم دونجين وحسني راه عيان قادره تفوتيهم. كانت زوج ونص او ثلاثه نتاع الصباح. خزرت فيها مليح وقالت لي يا سي كافايتي لو كان نفوت حسني والصحراوي فاضل هذروك هذا المتفرجين راه كاين قريب 100,000 كاع يروحوا. قالت لي راني نخليه للتالي. دونك كنا في يوم الاربعاء نهار الخميس على 7:30 رحت عند حسني قلت له حسني صاحبي نوض نوض باش نروح باش غادي تبدا. ناض الله يرحمه وشاف الساعه قال لي الاربعاء البارح وعلى ما تقوليش الكونسير الخميس الصباح على 8. والحفل اللي كان انقال نون ستوب ليلة كلها كان في ملعب 5 جويلية في تقريبا 130,000 متفرج. 130,000 دفعوا تذاكرهم. كنت نلقى شباب
نايمين هكذا في، لأن كان حضر التجول على 11، الأبواب مغلوقة تاع الملعب، كنت نسأل شو نلقى شباب نايمين، الحفل كاين كيفاش راكم؟ لا نستناو في شاب حسني، وأنا قصدت أنني خليت شاب حسني للآخر. أنا أظن ما أتى من بعد ربما نقول حاجة خطيرة، ونتمنى ما يعتبونيش لأني نقولها ما زال راني في ذاك الجو تاع ذيك اللحظات، ربما هذه هي سبب اغتياله، حبه للوطن، حبه للجزائر، رفض الجزائريين للظلم إلى آخره، هذا هو السبب. حسني المبتهج والمنتشي بحفل ملعب 5 جويلية غاب عنه أن هذا الإنجاز الفني لم يكن سوى مسمارا دق في نعشه، ولم يعلم أيضا أن قرارا ما اتخذ في مكان ما بولاية وهران يقضي بتصفيته، لكن ليس قبل 14 شهر قضاها مدبرو جريمة اغتياله في تعقب كل حركاته وأنشطته وسفرياته إلى أن جاء يوم الاغتيال، يوم تقدم نحوه شابان كانا يرتديان ألبسة عادية، فأخرج واحد منهما مسدسه ووجه إليه رصاصتين غادرتين أردته قتيلا، فمن وقف وراء جريمة الاغتيال؟ من هنا من ملعب 5 جويلية بالعاصمة نسجت الخيوط الأولى لجريمة اغتيال الشاب حسني، أطراف لم يرقها ما فعله الشاب حسني فقررت تصفيته بعد أن عجزت عن اغتيال شخصية فكرية وثقافية مرموقة بوهران، هكذا تقول الحكاية. لكن من هي هذه الجهة؟ ومن نفذ عملية الاغتيال ولصالح من؟ لكن قبل ذلك، من أخبر هذه الجهة أن الشاب حسني الذي كان متواجدا بإسبانيا سيحل بوهران يوم الثلاثاء 27 سبتمبر، أي يومين فقط قبل تنفيذ عملية الاغتيال؟ إجابات عن هذه الأسئلة وعن أسئلة أخرى ترقبوها في الجزء الثاني من حسني اليوم الأخير. سلام. يتصور لي هكا، يتصور لي ديك الضحكة تاعه، ديك الهضرة تاعه، فاهم؟ يتصور لي مسكين و رحت شتى في لامورغ وكلش كيما هكا، فريمون خفت. نهار تاع المتعة ما آمنت، ما بغاش تدخل لي في الباب اللي صح. حسني يغني في لي كونسير، يشونت انتو بارتو، والناس كانت تدي مراه دراهم، هذه حقيقة، ما كانش حتى واحد اللي يتهرب منها. كان يقارع في مرة باش يعطيها بوسات تاع زونديكابي. كنا عشق الاربع وحنا بلاش شونغاني، تشتنا سي ناس قالوا لنا حسني مات الله يرحمه. حسني مات، دوك ما بقى من بعد لا ريمور، شكون قتلاه شكون ما قتلاهش. لو كومونديتار دو سو مارتري، ليكزيكيتون دو سو مارتري، باين شكون.